احنا خدنا المره اللي فاتت اني فيز، خدنا اول واحده وما خدناش حاجات من ايه من الثانيه صح. هنكمل في الثانيه بقى، يبقى هنكمل في فيز 2 اللي هي اسمها ايه، امبريونيك بيريود صح. بيحصل فيها ايه؟ بيكون فيها كل الاورجنز والسيستمز بتاعت الجسم. طيب النهارده هناخد تكوين ثلاث حاجات مهمين جدا ومفيش امتحان بيخلو منهم. خلاص النهارده والمره الجايه كل اللي هناخده ده لازم يجي في الامتحان. اوكي طيب هناخد النهارده ايه، ازاي الفيس بتاعنا بيتكون. طب انا كدكتور سنان محتاج اعرف كل الفيس بيتكون ازاي؟ لا، محتاج اعرف من الاول هنا صح، من الاول الايه، ماكسيلا والماندبل وكده. بس لقينا ان النوز تكوينها بيدخل في تكوين الفيس بتاعنا اللي يهمنا، فهناخده معانا تعرفوا ليه دلوقتي. طيب هو امتى بيبدا تكوين الفيس اصلا؟ في الاسبوع الرابع والخامس انتراترينال لايف، يعني ام حامل في قد ايه تقريبا؟ شهر شهر اسبوع صح؟ طيب حاله الجنين دلوقتي شكله عامل ازاي؟ احنا خدنا اخر مره ان هو عامل ازاي؟ سي شيب كده، وعنده الجزء الاولاني ده اسمه ايه؟ برين، برافو عليكم. وبعد كده ايه؟ ميد برين، تمام برافو عليكم. طيب كان عندي تحت كده هارت صح، بريميتيف هارت، فصلته ازاي؟ كان الهارت جنب الفور برين، فصلت الهارت ازاي او نزلت تحت ازاي؟ طلعت ايه؟ اوت جراس كده اسمها برانكيال ارش صح؟ قلت اللي يهمني اني واحد؟ الفيرس اللي هو اسمه ايه؟ لقيت المانديبرال في الحاله دي عند الشهر الرابع، سوري الاسبوع الرابع والاسبوع الخامس، لقيت المانديبرال اتقسم لتو بروسيسز عشان يعمل لي ايه؟ واحد هسميه ماكسيلري بروسيس والتاني مانديبلر. يبقى اول ارش خالص اللي كان عندي ده هيتقسم لايه؟ لتو بروسيسز، ماكسيلري وي مانديبلر. طب تعالى نشوف كده الاستوموديام، اللي هو مين الاستوموديام ده؟ بريماتيف اورال كافيتي صح؟ اللي هو البدائي، اللي هو الفتحه دي. محوط بايه دلوقتي؟ فوق؟ اه ناحيه الكرينيال بايه؟ بفور برين، برافو عليكم. على الجناب الحته الصفرا دي ماكسيلري ساينس، سوري ماكسيلري بروسيس. ماكسيلري ايه؟ بروسيس. واللي تحتيه المانديبلر بروسيس. يبقى دلوقتي اورال كافيتي محاط كرينيالي فوق ب فور برين، على الجناب لاترالي بماكسيلري بروسيس. عندي كام ماكسيلري بروسيس؟ اثنين، واحد يمين وواحد شمال، وتحتيهم كودري بيعتك بايه؟ بالمانديبلر ايه؟ بروسيسز. تمام كده، في حاجه صعبه؟ طيب ايه اللي هيحصل في تكوين الفيس؟ هلاقي الفور برين الحته دي حصل فيها اكتوديرمال ثيكننج، يعني ايه؟ كبرت كده، الحته اللي في النص كبرت، طلعت لي بروسيس اسمه فرونتونيزال بروسيس. يبقى تاني الفور برين لقيته كده بعد شويه الميزوديرم اللي هو مغطيه الاكتوديرم صح؟ الميزوديرم اللي تحتيه ده حصل له اوفر جراس، كبر كده وعمل لي ايه؟ بروسيس كده. سموا البروسيس ده ايه؟ اسمه فرونتونيزال، من اسمه كده معناها هيعمل لي ايه؟ يعمل لي فرونتال والايه؟ والنوز صح؟ تمام. يبقى لقيت الحته دي اتضخمت كده واسمها ايه؟ فرونتونيزال بروسيس. طيب بعد شويه جيت ابص على البروسيس ده اللي اسمه فرونتونيزال بروسيس ده، لقيت على الجنبين طلع لي حته اكتوديرمال ثيكننج على جنبينه، حته زائده كده من اكتوديرم وزائده من اكتوديرم، سموها نيزال بلاكود. دي مش العين، دي المناخير. بصوا كانت فين الاول؟ كانت فين؟ كانت في الجبهه وفين؟ على الجنبين. خلاص لقيت بعد شويه حتتين كده اكتوديرمال ثيكننج طلعوا لي على الجنبين، سميتهم نيزل بلاكود، نيزل بلاكود. طيب لو قلت لك ان الاثنين دول هيبقوا فتحتين المناخير، المفروض نصهم هيبقى في فتحه مناخير، هل انا محتاجاهم يبقوا ثيكننج ولا محتاجاهم يبقوا ديبننج؟ فاول حاجه هتحصل ايه؟ البلاكود لقيته في نصه زي ما انتم شايفين كده، في نصه حصل له ايه؟ دخل لجوه، حصل له ديبننج. اي حاجه عشان تدخل في نصها ادخلها لجوه كده، اطرافها يحصل لها ايه؟ تطلع لي بره تاني. انا كان عندي زائدتين كده هنا اسمهم نيزل بلاكود، بعد شويه نص نيزل بلاكود ده دخل لجوه، في اطراف النيزل بلاكود هيحصل لها ايه؟ هتطلع لي لبره. طيب الحته اللي داخل لجوه دي هيسموها ايه؟ نيزل بيت. نيزل بيت، لقيت مثلي مين في وشي دلوقتي؟ فتحتين المناخير دي. خلاص؟ واللي على الجوانب سموها ايه؟ سموا واحده اللي جوه دي ميديا ليه كده؟ سموها ميديا نيزل بروسيس. طب واللي بره دي؟ lateral nasal process. نفس الكلام الناحيه دي، الخرم اللي جوه بقى اسمه nasal pit. البروسيس اللي طلع نتيجه ان انا دخلت الخرم لجوه ناحيه ميديا دي سميته ميديال nasal process، وده lateral nasal process. تمام؟ هيفضل يحصل لهم جروس
بس لقيت الجروس بتاعهم مش ايكوال. يعني ايه مش ايكوال؟ مش بيكبروا مع بعض. الميديال بيكبر اسرع. اما بقى عندي جروس في جسمي مش بيعمل مش ايكوال بسميه ان ايكوال جروس او ديفرينشال جروس، بسميه ايه؟ ديفرينشال جروس. لقيت الميديال نيزال بروسيس ده زي ما انتم شايفين كده بيكبر اسرع من اللاترال. اجي ابص هنا الاقي ايه؟ كبر اسرع من اللاترال. حلو؟ طيب انا محتاجه بقى هل مناخيري هنا ولا محتاجه ادخلهم لجوه؟ صح؟ ايه اللي يجي ادخلهم لجوه بقى؟ شايفين الماكسيلري بروسيس ده اللي كان على الجوانب ده؟ يحصل له جروس ميديالي، هيكبر ناحيه الميد لاين، هياخد مين معاه ويزقه؟ النيزل ايه؟ بروسيسز. خلاص؟ يقعد يزقهم معاه، هما بيحصل لهم جروس في نفس الوقت، يقعد يزقهم يزقهم لغايه ما يخليهم في النص، لغايه ما يخليهم ايه؟ شايفين هنا الماكسيلري بروسيس كبر شويه ناحيه ميديالي وخد معاه مين؟ النيزل بروسيس اللي هو ميديال واللاترال. بعد شويه لقيتهم ايه؟ قربوا قوي اهم. طيب المفروض دلوقتي يحصل ايه؟ هل انا عندي اتنين مناخير على الجنبين ولا واحده في النص وعندي في النص هنا دورسم بتاع النوز؟ لقيت الميديال نيزال بروسيس دول الاثنين دول حصل لهم ايه؟ فيوجن. فيوجن يعني ايه فيوجن؟ التحموا مع بعض. يبقى الميديال نيزال بروسيس حصل لهم فيوجن، عملوا لي الدورسم اوف نوز. امال اللاترال هيعملوا لي ايه؟ جنبين المناخير دول الايلا اوف نوز. الايلا اوف ايه؟ نوز. فكان عندي نيزال بيت صح؟ ميديال نيزال بروسيس كان عندي اثنين وبقوا ايه؟ فيوجن، عملوا لي واحده صح؟ وعندي اثنين ايه؟ لاترال نيزال بروسيس على الجنبين. شايفين مين ظهر على الجنب؟ دي العينين او كتفين. طيب تمام. النيزال بروسيس ده اما اتحد مش بس عمل لي الدورسم بتاع النوز، نزل لتحت وعمل لي الحته دي. اسمها ايه الحته دي؟ اسمها الفلترم اوف ابر ليب. يعني معنى كده ان الجزء بتاعي بتاع الابر ليب مش معمول من ماكسيلا ماكسيلا البروسيس. جزء منها اللي في النص ده معمول منين؟ من الجبهه، من الفرونت ونيزل. يبقى الابر ليب عندي جزئين، لاترال و فلترم اللي هو ميدل بارت. الفلترم ده معمول منين؟ من ميدي اتحاد الميديال نيزل بروسيس مع بعض. مش بس عمل لي الدورسم اوف نوز وعمل لي كمان الفلترم بتاع الابر ليب. حلو؟ مش بس كده كمان هيحصل له انورد جروس لجوه ويعمل لي ايه؟ هيعمل لي جزء الالفر بروسيس اللي شايل انسايزرز. متخيلين؟ يبقى تاني هيعمل لي ايه الميديال نيزل بروسيس اما اتحدوا مع بعض؟ عمل لي الدورسم بتاع النوز. دي يا دكاتره رسمه عشان برضه توضح لكم، ده الفرونت نيزل ظهر عليه نيزل بلاكود، بعد كده حصل لهم ديبننج بقوا نيزل بيت، بقى عندي ايه؟ لاترال نيزل بروسيس وميديال نيزل بروسيس. الماكسيلري بروسيس اهو هيكبر الماكسيلري بروسيس ميديالي، هيزقه معاه مين؟ الميديال اللي جوه. الميديال اهي الاصفر والازرق ده اللاترال والاورنج ده اللي هو مين؟ الماكسيلري. بعد شويه اجي ابص الاقي الميديال نيزل حصل لهم ايه؟ يونيون فيوجن. بالمناسبه اما الميديال نيزل يحصل لهم فيوجن بسميهم انتر ماكسيلري سيجمنت. يبقى عندي اما اسمهم فيوجن ميديال نيزل بروسيس او ايكوال انتر ماكسيلري سيجمنت. طيب لقيته ما اكتفاش بس ان هو يعمل لي مين؟ الدورسم بتاع النوز، نزل لتحت وعمل لي الفلترم اوف ابر ليب، بعد كده دخل لجوه عمل لي الالفر فروس اللي شايل الانسايزرز. مش بس كده عمل لي جزء من البالت. شايفين البالت عامل ازاي؟ السبعه الصغيره دي بسميها برايمري بالت. السبع الصغيرة حاجات الانسايزرز كده بسميها برايمري بالت، امال بقيه البالت بسميه ايه؟ سكندري بالت. بسميه هنعرف بعد شويه برضه. يبقى الفيوجن بتاع الميديال نيزال بروسيس عمل لي كام حاجه؟ دورسم اوف نوز، فلترم في ابر ليب، ها الالفر بروسيس شايل الانسايزرز و برايمري بالت. طيب قال والله الجزء اللي هو شايل الانسايزرز ده مع البرايمري بالت بسميهم بري ماكسيلا. ان يعني المجزلة بتاعتي بتتكون من حاجه اسمها بري ماكسيلا ومجزلة البروبر، لو عندكم معلومات عن المعلومه دي. المجزلة عامه بتتكون من ايه؟ حاجه اسمها بري ماكسيلا ومجزلة البروبر. مين بري ماكسيلا دي؟ ده الجزء اللي شايل انسايزرز معاه البرايمري باليت. بصوا على الرسمه دي كده، الاخضر ده يمثل لي ايه في وشي هنا؟ تشيك صح؟ طيب بعد ما عملت خلاص النوز والفلترم والكلام ده كله، لقيت الماكسيلري بروسيس والمانديبولار بروسيس حصل لهم يونيون مع بعض. هل انا شايفه هنا دلوقتي اي كليفت بينهم؟ ها
حصل لهم كومبليت ايه فيوجن صح. عملوا لي مين المجزلة اللي عملت الابر تشيك جزء الايه الفوق من الخد والمانديبرا اللي عملت اللور تشيك بقى عندي تشيك واحد اهو صح زي الصوره دي بقى دلوقتي الازرق ده الميديال نيزل وهيعمل لي قلت الفلتروم وايه والبري ماكزيلا اتحاد الاخضر اللي هو ماكزيلا بروسيس مع الموف اللي هو مين مانديبلا بروسيس عمل لي تشيك خلاص. طيب ملاحظين يا دكاتره الابر ليب قلت بتكون من جزء في النص اسمه فلتروم وجزئين العجبين دول اسمهم لاترال بارت اوف ابر ليب. مين عمل اللاترال بارت؟ ماكزيلا بروسيس خلاص ماكزيلا بروسيس. يعني كده الابر ليب مش معموله من حاجه واحده نصها معمول منين؟ من فرونتو نيزل واللاترال بارت من الماكزيلاري بروسيس تمام. طيب نفس الكلام اهو الاحمر ده اللي هو مين اني بروسيس فرونتو نيزل نزل منه ميديال اللي عمل لي دورسوم اوف نوز والفلترم ولو دخلت جوه الاقي لازم انسايزز معايا البرايمري باليت. طيب اتحاد الماكزيلاري بروسيس اللي هو الازرق ده مع المانديبلر بروسيس اللي هو اصفر ده عمل لي ايه تشيك صح والماكزيلاري بروسيس عملت لي بقيت الابر ايه ليب ومين عمل اللي هو الليب مانديبلر بروسيس تمام. انا كل ده في اني برانكر ارش اولين. طيب نشوف الفيديو طيب هيحصل ايه بقى لو كل بروسيس ما مشكش في بريسورت جنبه هيحصل ايه تفتكروا حاجه اسمها ايه كلافت حاجه اسمها كلافت خلاص مشهور عندنا جدا في طب الاسنان لو بيبيز كده كتير بقى عندهم ايه كلافت لاب بتشوفوهم اه شفه الارنبيه. طيب تعالى نشوف كده ممكن يحصل ايه لو عندي التو مانديبلر بروسيس حصل لهمش كومبليت يونيون هيعمل لي كلافت في اني لاب في اللور لاب دي نادره قوي مش بتحصل برضه. يبقى لو سالتك ايه سببها هتقول لي فيلير في اليونين بتوين تو مانديبلر بروسيسز. طيب تعالى نشوف دي ايه دي ده كليفت ليب يونيلاترال ولا بايلاترال؟ بايلاترال يعني ايه؟ انا دلوقتي في الصوره دي يا دكاتره انا في الصوره دي بس الطفل ده عنده بايلاترال كليفت ليب؟ يونيلاترال صح؟ ماشي منين لفين؟ لو لاحظنا كده من عند الفلترم اول حته في الفلترم هي صح لغايه النوز. طيب حد يعرف يقول لي مين ما اتحدش مع مين؟ انا بقول لك هو من عند الفلترم لغايه النوز مين ما اتحدش مع مين؟ ميديال نيزل بروسيس صح؟ يبقى عدم اتحاد الماكزيلاري بروسيس مع الميديال نيزل بروسيس. طيب ممكن ناحيتين ما يتحدوش او ناحيه تتحد والثانيه ما تتحدش. طيب ممكن الكلافت لاب ده يا اما يكون بارشلي او كومبليت. اعرف منين كومبليت؟ لازم يكون من عند الفلور بتاع النوز اللي هو فلور اوف نوستريل لغايه الفلتر. لو حصل في النص هنا يبقى بارشل خلاص. طيب دي ايه بايلاترال كومبليت ولا بارشل؟ كومبليت. دي يونيلاترال كومبليت برافو عليك. طب دي ايه؟ انا عندي كلافت في نص الفلتر هنا يبقى مين ما اتحدش مع مين؟ التو ميديال نيزل بروسيس ما اتحدوش مع بعض صح؟ يبقى اسمها الشفه الارنبيه ودي برضو ريل انها تحصل. يبقى تو ميديال نيزل بروسيس ما حصلهمش كومبليت ايه؟ يونيون. طيب بصوا على اللي جايه دي
بصوا ده، ده عنده كليفت يونيلاترال من اول الانجل بتاع الاورال كافيتي لغايه ودنه. يبقى مين ما اتحدش مع مين؟ مين مسؤول عن المنطقه دي؟ يكون ماكسيلري مع مانديبولر. ماكسيلري مع مانديبولر. طيب عمل لي كليفت اهو. طيب شايفين الكيس دي؟ ده يونيلاترال بايلاترال؟ بايلاترال. ايه اللي حصل تاني؟ ده اسمه ترانسفيرس فيشال كليفت، ماشي بالعرض اهو. ساعات بيسموها ماكروستومي. يعني ايه ماكروستومي؟ يعني بقه كبير قوي. ليه؟ ما حصلش كومبليت فيوجن. طيب العكس بقى، شايفين ده؟ بقه صغير جدا، مفيش فتحه ايه بقه تقريبا. حصل ايه؟ اوفر فيوجن بتوين مين ومين؟ ماكسيلاري ويل مانديبولار بروس. ها ده ايه ده؟ الكليفت ده من الاول هنا، من اول عينه كانسست اوف اي، وماشي كده الحدود دي كلها كده 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 نازل لغايه هنا. يبقى ما اتحدش مع مين؟ عندي من الاول هنا الاول كانسس اوف اي، مشي مع حدود مناخيري كده 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 ونزل على الفلترم كده. يبقى مين ما اتحدش مع مين؟ اللاترال مع الماكسيلري بس. مين بيعمل الفلترم؟ برافو عليك، مع الميديال كمان. طب اللاترال والميديال على بعض اسمهم ايه؟ فرونت ونيزل. ممكن اقول اما عدم اتحاد الماكسيلري مع الميديال واللاترال، او عدم اتحاد الماكسيلري مع فرونت ونيزل كله. تمام؟ ده كده شكل صلصال يوضح لكم اللي مين ما اتحدش مع مين. مناخير اللي هو فرونت ونيزل اللي هي الاخضر دي، الماكسيلري الاحمر، و المانديبلر هو الازرق. تمام؟ ندخل في البلت. طيب لقيت عندي البلت الدكاتره عباره عن جزئين، ركزوا معايا. جزء اسمه برايمر وجزء اسمه برايمر، الحته الصفراء دي الصغيره دي، المثلث الاصفر ده، وما السكند هو الاحمر ده. خلاص يبقى البلت سقف الحلق بتاعنا الاقي فيه جزء صغير على شكل سبعه كده، ده اسمه برايمري بلت. واقف لغايه فين؟ في خرم عندي كده اسمه انسايسيف فورامن، سمعنه؟ لغايه انسايسيف فورامن ده برايمري بلت. امال بقيه البلت كله بقى سقف الحلق اسمه سكندري بلت. طيب هو في ليه همهمه كده. طيب انا خلاص عرفت ازاي برايمري بلت بيتكون، صح؟ مين بيكونه؟ اتحاد مين؟ الميديال نيزل بروسس اللي عملت لي حاجه اسمها انتر ماكسيلاري سيجمنت، اللي عملت الفلتر وحصل لها جروس انورد، وعملت لي الجزء اللي شايل انسايزرز معاه البرايمري باليت اللي بتكلم عنه دلوقتي. يبقى برايمري باليت مين اللي عمله؟ اني بروسس؟ الميديال نيزل بروسس، صح؟ فيوجن بتاع الفيوجن بتاع ايه؟ ميديال نيزل بروسس. طيب دلوقتي ما بص على بق الامبريو ده، تعالى نتخيل مع بعض كده، نبص عليه كده اكني قاعده على لسانه وببص. لقيت سقف الحلق بتاعه عنده برايمري باليت بس، صح؟ وشايفه فيه ايه؟ شايفه النوز، يعني النوز فاتحه على الاورال كافيتي. هل احنا في الطبيعي فاتحين على بعض؟ عندنا مين الجدار اللي عايز اللي بينهم؟ البلت، صح؟ ف البيبي في الوقت ده عند 6 ويك او 8 ويك، لو دخلت شفت كده السقف الحلق بتاعه هلاقيه عباره عن برايمري بلت بس اللي اتكون، والنوز النيزل سيبتم باين بالنيزل كافيتي، ما عنديش شكل الايه؟ ما عنديش حاجز بين الاورال كافيتي و النيزل كافيتي. طيب خليني اخد كده كرونال سكشن وابص. كرونال سكشن كده قالينا اهم النيزل سيبتم اهي، لقيت الاورال كافيتي بتاعي طويل، شعريه طويل، والتونج واقف فيرتيكلي. ازاي دلوقتي التونج عامل ازاي؟ قاعد، صح؟ لا التونج كان زمان واقف ايه؟ فيرتيكلي كده، نارو ضيق صغير وطويل واقف ايه؟ فيرتيكلي، ملمس مين تقريبا؟ النيزل سيبتم. تمام؟ يبقى كده وضع الامبريو مفهوم قدامكم؟ عنده برايمري باليت بس، ابص عليه كده الاقي النوز ايه؟ فاتحه مع الاورال كافيتي، ما عندوش حاجه ايه؟ عامله ايه؟ عازل بين الاثنين، والتنج بتاعي طويل وناره واقف لغايه النزل ايه؟ سبت. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اقفل المكان ده عن طريق ايه؟ اكون حاجه اسمها بلاتاين بروسيسز. طب مين هيقدر يعملها لي؟ ماكسيلا اكيد، صح؟ مش كل المنطقه اللي فوق دي بتعملها ماكسيلا؟ طيب دلوقتي مطلوب من ماكسيلا انها تعمل لي بلاتاين بروسيسز وتقفل لي بيها المكان ده. هتقول لي في الوضع الحالي ده دلوقتي انا ما اقدرش اعمل لك بلاتاين بروسيس بالعرض كده. ليه؟ عشان اللسان عامل لي ايه؟ حاجز، مش عارفه اتحرك. فانا هعمل بلاتاين بروسيس بس هعملها لك لتحت او فيرتيكلي، هعملها لك ايه؟ اما بقى اللسان ينزل هيبقى يطلع. تمام؟ فلقيت فعلا الماكسيلا عملت لي تو بلاتاين شلف او تو بلاتاين بروسيس، اهم شايفينهم تو بلاتاين ايه؟ بروسيسز، ومستنيه ايه يحصل؟
طيب التونج اللي ينزله بقى، اما المندبل يحصل له ايه اكتر انه ينزل لتحت؟ برافو عليك، يوسع، يحصل له جروس، يوسع صح. يقعد دلوقتي التونج قاعد مخنوق عشان المندبل ايه صغير جدا، اما المندبل يحصل له جروس ويوسع، يحصل ايه في التونج؟ هيقع خلاص. وساعتها اقدر اعمل ايه؟ اطلع الاثنين بلاتاين شيلف دول واعمل لهم بدل ما هما فيرتيكال يبقوا هوريزونتال، يبقوا ايه هوريزونتال. فلازم عندي يحصل ايه تاني؟ لازم المندبل يحصل له جروس، اما المندبل يحصل له جروس في الواتس وفي الهايت وكل حاجه يحصل له ايه؟ التونج يحصل له ايه؟ هينزل هيقع تمام. طيب اما التونج يقع بقى، البلاتاين بروسيسز دول بدل ما هما فيرتيكال هيبقوا ايه هوريزونتال. طيب مين يساعدهم ان هم يطلعوا كده هوريزونتال؟ قالوا كذا ايه؟ كذا حاجه. اول حاجه ان المندبل كبر صح؟ تاني حاجه ايه؟ ان التونج وقع. تالت حاجه قالوا ان لقينا جوه البلاتاين بروسيس، مش اي بروسيس عندنا او اي حاجه في جسمي عباره عن جوه ميزوديرم. جوه الميزوديرم لقيت في سيلز نوعها كونتراكتايل. يعني ايه كونتراكتايل؟ عامله زي الماسلز، السيلز دي بتعرف تنقبض كده، بتحرك الشيء خلاص؟ فحركت لي البلاتاين شيل من هو فيرتيكال بقى هوريزونتال تمام. طب ايه كمان قالوا؟ ان البلد ده انتوا شايفينه ده البروسيس بتاعت البلد، عنده جزء هيبقى نيزل صح ناحيه النوز، جزء هيبقى اورال. هم عاملين كده تو بلاتاين بروسيس، هيقفلوا كده الجزء اللي فوق ده هيبقى ايه ناحيه النوز، يبقى نوز ايه نيزل سايد اوف بلد، واللي تحت ده ناحيه الايه اورال كافيتي هيبقى اورال ايه سايد اوف ايه اوف بلد. حلو. قالوا ان الاورال سايد بيحصل ديفرنشال جروس. يعني ايه ديفرنشال جروس؟ بيكبر اسرع من النيزل، فيعمل ايه؟ هيرفع الايه التو بلاتاين بروسيس برضه. يعني لو سالتك في الامتحان جيف ريزن البلاتاين بروسيس دول ليه كانوا فيرتيكال وبعدين بقى هوريزونتال، مين ساعدهم؟ عندي كام حاجه؟ المندبل كبر، التونج وقع، ها عندي كونتراكتايل اليمنتس اللي هي اي سيلز اسمها فايبر بلاس، اسمها احفظوها عشان بعد شويه في بيردونتال ليجمنت هتساعدنا برضو في حاجه جامده قوي خلاص، ان عندها ايه بتعرف تعمل كونتراكشن. طيب رابع حاجه ديفرنشال جروس بين الاورال سايد وال نيزل سايد. شايفين المنظر ده دلوقتي؟ انا دلوقتي عندي ايه التو بلاتاين بروسيس بقت هوريزونتال، مسكت في مين؟ في النيزل سيبتم. يعني معنى كده البلاتاين بروسيس لو هم السكند البلات بيمسكوا في بعض صح، بيمسكوا فوق بايه؟ بالنيزل سيبتم. بيمسكوا قدام بايه؟ دلوقتي عندي سكندري بالت، سكندري هيمسك قدام بحاجه اسمها ايه؟ برايمري بالت اللي هو السبعه دي صح؟ يبقى حدودي ايه يا دكاتره تاني؟ انا عندي تو بلاتاين بروسيس مسكوا في بعض، مسكوا فوق بيه نيزل سيبتم، قدام هيمسكوا فيه برايمري بالت. اي ديفكت يحصل بقى في اليونيون ده يعمل لي اي ديفكت يحصل في النيون يعمل لي ايه؟ كليفت، يعمل لي كليفت. طيب دي برضو رسمه توضيحيه في الاول خالص، كان عندي برايمري بالت بس، كان عندي نيزل سيبتم والماكسيلري بروسيس على الجنبين اهو، الاورال كافيتي فاتح على النيزل كافيتي صح؟ فيحصل ايه؟ التو ايه ماكسيلري بروسيس هتعمل لي بلاتاين بروسيس، اول تبقى فيرتيكال صح؟ بعد شويه لقيتها هوريزونتال، عرفنا الاسباب. بعد كده تو بلاتاين بروسيس المفروض يمسكوا في بعض، اما يمسكوا في بعض يمسكوا فوق مين؟ بالنيزل سيبتم ويقفلوا، يمسكوا قدام في البرايمري بالت تمام. قلت اي ديفكت هيحصل يعمل لي كليفت. قبل ما اخد الكليفت عايزكم بس تتخيلوا الميكانيزم بتاع القفل بيبدا منين. انا عندي لقيت القفل عامله زي شكل الواي شيب، حلو. الفنوس دي مين؟ انسايسف فورامين. هيبدا القفل الاول لقدام بينه وبين البرايمري بالت خلاص، بينه وبين ايه التو بلاتاين بروسيس، يقفل قدام كده، بعد كده ايه يقفل لتحت من عند الانسايسف فورامين، يقعد يقفل يقفل ذا هارد بالت، بعدين سوفت، بعدين يوفيلا، حاجه اسمها يوفيلا عارفينها؟ لو فتحت بقك كده قوي في المرايه هتلاقي حاجه مدلدله كده فوق في سقف الحلق، دي اسمها يوفيلا اللي في الكرتون بيقعد حد يصوت بتشوفوها خلاص. طيب انا لو قلت لك دلوقتي استحاله الاقي ايه، هل استحاله حد يعرف يقول لي استحاله الاقي كليفت ايه وما الاقيش ايه؟ فمين قصدي ايه؟ انا هبدا اقفل من فوق، هل ينفع الاقي كليفت في الهارد بالت وما الاقيهوش في السوفت؟
دي مهمة قوي الحتة دي. ليه؟ عشان عشان القفل بيبدأ منين؟ من فوق لتحت، صح؟ فاستحالة تقولي ان عندي والله كليفت في الهارت بلد بس مش عندي في السوفت وفي اليوفلا. طيب ممكن يبقى عندي يقعد يقفل يقفل في الهارت بلد وبعدين يفتح فين؟ في السوفت وفي اليوفلا مش العكس. ليه؟ لان اتجاه القفل ازاي قلنا؟ يقفل انثيريور الاول مع برايمري وبعد كده يقفل بين بعض بوستيري. طيب طيب كليفت بلد بقولنا ايه؟ لو حصل اي ديفكت في اليونيون بتاع ايه؟ اما تو باراتايم بروسيس مع بعض، صح؟ لو ما قفلوش مع بعض معنى كده مش هيقفلوا مع النيزل ايه؟ سيبتم. اما ما يقفلوش مع البرايمري. تعالى نشوف الحاله دي نورمال، صح؟ الليب مقفوله والبلد مقفول هنا. تعالى نبص عشان دي عايزه شويه ايه؟ تركيز كده. انا عندي كليفت في الايه؟ في البلد كله في ناحيه واحده مع البرايمري بلد. لو عمل ناحيتين مع البرايمري بلد شكله بعمل كده، ده بايلاترال. عندي كليفت في البلد كله تو بلاتاين بروسس، صح؟ ومش ماسكين في النيزل، تمام؟ وما عملوش يونين مع برايمري بلد، صح ولا لا؟ بده ايه؟ بايلاترال. طب ده عندي كليفت في البلد كله هارد وسوفت ويوفلا وناحيه واحده ناحيه الايه؟ البرايمري بلد. عادة يا دكاترة الكليفت بلد بيفتح مع كليفت ليب. عادة يبقى عندي كليفت بلد الاقي عندي في الطفل ده ايه؟ كليفت ليب. مش دايما بس عادة. خلاص؟ طيب عشان كده هنا هتلاقوا عنده كليفت فين؟ في الليب كمان. طيب تعالوا نبص على صور تاني. تعالوا نبص على دي. ايه اللي حصل؟ هل التو باراتايم بروس قفلوا مع بعض هنا؟ قفلوا مع برايمري بلد؟ هيقعدوا يقفلوا يقفلوا لغايه ما يوصلوا ليه؟ قفل مع سوفت بلد؟ يبقى عندي هناك ليفت ايه؟ سوفت بلد ويوفلا، صح؟ طب هنا قفل مع برايم بلد ولا لا؟ بدا يحصل ليك ليفت في الهارد بلد والسوفت بلد واليوفلا. طب هنا قفل مع البرايمري؟ لا، من ناحيه واحده ما قفلش مع البرايمري، صح؟ من الناحيه الثانيه قفل ولا لا؟ قفل. طيب قفل مع الهارد سوفت يوفلا؟ لا. طب الناحيه دي ما قفلش مع البرايمري بلد ولا قفل بينهم هما الاثنين. طيب ده النيزل سيبتم انا شايفاه اهو، صح؟ الحته اللي في النص دي النيزل سيبتم، معنى كده ما قفلش مع النيزل سيبتم كمان. طيب تعالى نبص على دي. هنا حصل ايه؟ قفل مع البرايمري بلد وقفل في الهارد والسوفت وعمل لي بيفيت يوفيلا. اليوفيلا بس هي اللي فيها ايه؟ كليفت. طب هنا يونيلاترال، برافو عليكم، ما قفلش مع برايمري ولا تو باراتايم بروسيس قفلت، معنى كده ان انا شايفه النيزل كامل، صح؟ طيب هنا باي لاتر ما قفلش مع البرايمري ولا قفل مع نفسه، شايفه النيزل سيبتم ولا لا؟ شايفاه، تمام؟ بقول لكم عاده ممكن يكمل كمان على الليب، يبقى عندي ليب. طيب نفس الكلام هنا حصل ايه؟ قفل مع البرايمري بعد كده ما قفلش، صح؟ وهنا نفس الكلام. طيب هنا من ناحيه واحده مع برايمري ولا ما ايه تو باراتايم بروسيس وعمل كمان كليفت فين؟ في الليب. طيب حلو قوي. طيب ايه دي بقى؟ ده بقى حاله بجد، ده طفل بجد عند البلد كله ايه؟ في كليفت، انا شايفه النيزل كافيتي اهو، ومع مع الليب، صح؟ برافو. يونيلاترال بايلاترال؟ طب دي عنده ايه؟ كليفت في الايه؟ في البلد تو باراتايم بروس مع بعض مع البرايمري بلد وداخل على الليب كمان، تمام؟ بيقول لك السنان بقى عشان نسيت اقولها لكم دي. لو عندي كليفت في الليب بين انهي سنان؟ اه يا اما لاترال 1 و 2 او 2 و 3. خلاص؟ طيب الطفل ده عنده ايه؟ كليفت في البلد كله، صح؟ هل عنده في الليب؟ طيب ده عنده ايه؟ كليفت ليب، تمام. ودي؟ طب دي كومبليت ولا انكومبليت؟ ليه؟ خلصنا كده ايه وايه؟ خلصنا الفيس وليه؟ بلد. ناقص لي مين؟ تانج. ناقص لي التانج. طيب قبل ما ابدا في التانج لازم اعرف اول بيكون من كام بارت؟ انثيرور 2 ثيرد وبوستيرور 1 ثيرد، صح؟ الانثيرور 2 ثيرد اللي هو الجزء الازرق ده. البوستير 1 ثيرد عامة ما بعرفش اشوفه خالص،
مهما تطلع لسانك لبره كده صح ما بتعرفش تشوف. البوستيرو عشان بيسموه فرنجيال بارت. ليه فرنجيال؟ لان جنب الفارينكس جدا. يبقى التان كله عباره عن جزئين، انتيرور 2 ثيرد وبوستيرور 1 ثيرد. بينهم في ايه؟ سالكس، اسمه سالكس ترمينالس. سالكس ايه؟ لو ركزت قوي الاقي في نص السالكس ترمينالس حاجه اسمها فورامين سيكم. انا اعرف يعني ايه دلوقتي فورامين ايه. طبعا الانتيرور 2 ثيرد اوف تانج ده بيتميز بايه؟ هو سبيشاليز ميكوزا، مختلف عن بقيه الميكوزا اورال كافيتي. ليه؟ عليه ايه؟ عليه تيست بادز صح؟ بابيلا. ايه البابيلا دي؟ عندي كام نوع من البابيلا؟ اربعه. برافو. مين هم بقى؟ عندي اول حاجه واهمه اللي هو الفيلي فورم اللي هي مغرقه التانج كله. ايه الفيلي فورم دي؟ بابيلا عاليه كده على سطح التانج كلها كيراتين، بتخليه شكل التانج ايه؟ ابيض صح؟ ليه؟ لان كلها كيراتين. دي لازمتها ايه؟ تخيل لو التانج مش كيراتينايز احتكاك الاكل وكل هيعمل فيه ايه؟ اريتيشن رهيب صح؟ فبعمل له بروتكشن بايه؟ بالكيراتين دي عن طريق ايه؟ فيلي فورم ايه؟ بابيلا. يبقى بتعمل بروتكشن عشان الفريكشن بيحصل ايه طول الوقت. طيب هل دي ليها علاقه بطعم الاكل؟ لا. الفيلي فورم الوحيده ما فيهاش تيست بادز، دورها كله عباره عن البروتكشن. طيب بقيت البابيلا بقى عندي جزء متجمع عند التب كده والانتيرو لاترال اسمها فانجي فورم، مسؤوله عن احساس ايه؟ سولت والسويت، حاجات الحاده والحاجات المسكره. طيب هلاقي جنب قدام السالكس ترمينالس واحده اسمها سيركمفاليت، مسؤوله عن احساس ايه؟ البيتر سنسيشن. يعني ايه بيتر؟ حاجات المره. والاقي واحده على الجنبين بوستيرير كده اسمها فوليت، مسؤوله عن ايه؟ عن الساور سنسيشن. ايه الساور؟ حاجات الايه؟ اه زي الاحماض. خلاص يبقى عندي كام بابيلا كده؟ اربعه. ثلاثه مسؤولين عن تيست وواحده عن بروتكشن. طيب طب التانج بقى كتانج كده عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن عضله صح؟ عضلات متغلفه بميوكس من برين. التانج ده كله عضلات خلاص، ماس اوف ماسلز متغطي بيه ميوكس من برين. طيب عرفنا ميوكس من برين عباره عن انتيرو 2 ثيرد وبوستيرو 1 ثيرد، والماسلز دي لقيت التانج عباره عن حاجتين انترنسنج و اكسترنسنج. يعني ايه انترنسنج؟ يعني عضله التانج نفسها خلاص، الماسلز فايبرز داخله جوه التانج نفسه، بتبقى ترانسفيرس بالطول خلاص انجليديوال او ايه. طيب امال ايه بقى الاكسترنسك ماسلز؟ الماسلز اللي ماسكه التانج بالعظم اللي حواليها. يبقى التانج نفسه كتانج ده اسمه انترنسك ماسلز. الاكسترنسك اللي ماسكين التانج فين؟ زي مين مثلا؟ زي الجيني جلوسس ماسكه التانج فين؟ جينويد بون. طيب الهاي جلوسس الهايود بون، البلاتو جلوسس بلاتو بروسس. طيب ستايلو الستايلو بروسس، كل دول اسمهم ايه؟ اكسترنسك ايه؟ مصر. خلاص. طيب انا لازم اعرف دلوقتي الانتيرو 2 ثيرد بيكون ازاي والبوستيرو 1 ثيرد. طب تفتكروا التانج اني برانكل ارش اللي هيكونه؟ نراجع تاني، عندي ايه؟ ستة برانكل ارشز. تفتكروا التانج هيطلع من اني واحد؟ اول واحد خلاص. الانتيرور 2 ثيرد هيطلع من اول واحد، البوستيرور 1 ثيرد بقى هيطلع من اي حاجه ثانيه خلاص. طيب هل التانج هيطلع من بره من اكتوديرم ولا هيطلع من جوه؟ هو جوه ميزوديرم اندو بتقع بسرعه. انا عندي الفيرست برانكيال ارش الوحيد المتغطي من بره من جوه باكتوديرم خلاص. طيب هل التانج هيطلع بقى من الانترنال سايد ولا من الاكسترنال سايد؟ فكروا التانج هيطلع منين؟ انترنال صح، من جوه. طيب فالرسمه دي انا جايبه لك السكس برانكل ارشز بس بصه من بصه من جوه. بصه منين؟ من جوه، اكني قاعده عند الفارنس كده وبص. تمام. طيب لقيت اول ارش اللي هو اسمه فيرست برانكل ارش، ها هو متغطي من جوه بايه؟ باكتوديرم. لقيت طلع منه اكتوديرمال سويلنج بايلاترال على الناحيتين خلاص، هيطلع لي ايه؟ اكتوديرمال سويلنج على اللي هما الحاجتين الحمراء دول، دي ودي، هيسموها لينجوال سويلنج خلاص كده. عندي كام سويلنج؟ اثنين. وهتظهر لي واحده صغيره اسمها تيوبريكل امبار بينهم سويلنج برضو ثالثه. يبقى هيظهر لي في التانج الانتيريور 2 ثيرد في الاول خالص
في الانترنال سايد بتاع الفيرست برانكل ارش كام سويلنج؟ ثلاثة، اتنين كبار اسمهم لينجوال سويلنج اللي هم اتنين الحمر دول، وبينهم واحد صغير اسمه تيبركل امبار. تيبركل ايه؟ امبار. ايه اللي هيحصل؟ التو لينجوال سويلنج دول هيحصل لهم جراس، هيكبروا قوي وياخدوا جواهم، هيدفنوا جواهم مين؟ التيبركل امبار ده، زي الرسمه دي كده. انا عملت هنا ايه؟ والله عندي فيرست برانكل ارش، لقيت الانترنال سايد بتاعته طلع لي تو لينجوال اكتوديرمال سويلنج كبار، وبينهم طلع لي سويلنج تاني اسمه تيوبريكال امبار صغير كده. بالوقت باي كروس التو لاترال دول هيحصل لهم ايه؟ هيكبروا 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 وياخدوا لي بينهم ايه؟ التيوبريكال امبار، ويعملوا لي حاجه اسمها انثيرور ايه؟ تو ثيرد. في حاجه صعبه كده؟ طنج سهل. طيب لو حصل والتو لينجوال سويلنج كبروا ما خدوش جواهم التيوبريكال امبار، تظهر لي زي على اللسان المنظر اللي انتوا شايفينه ده، سويلنج صغيره في وسط اللسان لونها مختلف ولا مش مختلف؟ ليه لونها مختلف؟ عشان ما عندهاش بابيل عليها على السطحه، فيبان لي لونها ايه؟ احمر. خلاص بقيت التان كله ابيض. طيب زمان بقى اول عالم شافها لما شاف بيشنت عنده كده قال ايه بقى؟ قال والله دي حاجه في النص فسماها ميديان، يعني في النص شكلها عامل زي السامبوكس فسماها رومبويد، وقال دي حمراء فايه دي اكيد انفلاميشن فسميها ميديان رومبويد جلوسايتس. هل الاسم ده صح؟ هل هي انفلاميشن؟ امال هي سببها ايه؟ ها؟ ما حصلش كومبليت يونيون بتوين التو لاترال سويلنج مع التيوبيكال امبار، صح؟ صح ولا لا؟ طيب يبقى دي اسم غلط. ليه؟ لان هو مش انفلاميشن، دي عباره عن ايه؟ حاجه في الامبريولوجي. حلو قوي. طيب هو الانثيرو تو ثيرد ده مش طالع من فيرست برانكل ارش؟ مين النيرف المسؤول عنه؟ ترايجيمينال نيرف، صح؟ طيب يعني الترايجيمينال نيرف هو اللي بيغذي مين؟ الانثيرو تو ثيرد. عن طريق اني برانش؟ المانديبولر اللي بيطلع منه برانش اسمه لينجوال اللي بيروح للتنج. حلو؟ طيب لو بقى اتكلم عن البوستيرور بقى ثيرد، انا خلصت خلاص الانثيرو صح؟ فاكرين زمان في اول محاضره اما قلت لكم ان الثيرد والفورث والفيفث ارش ما بيحصل لهم شيرين عند الميد لاين عشان في حاجه اسمها ايه؟ سويلنج. اسمه ايه؟ كوبيلا اوف ايه؟ اوف اس، كوبيلا اوف اس. طيب الرسمه دي المفروض ينزل شويه السويلنج تحت كده ما بقاش موجود قوي عند الايه؟ عند السكند بورت. المهم يعني السويلنج ده، السويلنج ده كان اسمه هايبوبرانكيال ايمينانس ده او كوبري اوف هس. خلاص الارش الثالث الميزوديرم بتاعه يحصل له اوفر جراس اللي هو الاصفر ده، شايفينه ده انهي ارش؟ الثالث هيحصل له اوفر جراس، هيطلع يدفن السكند ارش ويوصل لغايه مين ده؟ الانثيرور تو ثيرد، ويعمل لي حاجه اسمها بوستيرور ايه؟ 1 ثيرد. يعني معنى كده ان التانج البوستيرور 1 ثيرد بيطلع من انهي ارش؟ الثالث. مينلي من الثالث. مينلي منين؟ الثالث. اجزاء منه من الثاني والثالث والرابع، بس مينلي من الثالث. ايه دليلي على كده؟ اما شفنا النيرف سبلاي بتاع البوستيري 1 ثيرد لقيته ايه؟ جلوسو فرنجيال نيرف، وده انهي نيرف؟ بتاع الثالث. يبقى التنج طالع منين؟ من الثالث. خلاص؟ طيب اخر حته خالص في التنج اللي هي الخضره دي اللي هي جنب الابيكلوتس تطلع منين؟ من الرابع. تطلع من؟ بس مينلي كله منين؟ من الثالث. طيب الرابع ده يعني انهي نيرف؟ الفيجاس ده. معنى كده ان انتيرو تو ثيرد اللي بيغذيه مانديبلر ايه؟ برانش. البوستيري 1 ثيرد المينلي بارت جلوسو فرنجيال اخر حته خالص فيجاس، عشان طالعه منين؟ من الرابع. فاكرين لما قلت لكم انا عندي التانج عباره عن انتيرو تو ثيرد وبوستيري 1 ثيرد؟ صح؟ قلت بينهم حاجه اسمها سالكس ترمينالس، بينه حاجه اسمها في النص في حاجه اسمها فورامن سيكم. في الامبريو زمان الفورامن سيكم دي كان بيكون فيها الثايرويد جلاند، بيكون فيها ايه؟ الثايرويد. هل ده مكانها الطبيعي؟ مكانها فين؟ هنا، صح؟ في الاول خالص لقيت الثايرويد جلاند تتكون عند الفورامين سيكم. طب انا عايز انزلها مكانها اللي اتكونت فيه لمكانها الطبيعي، هعمل لها حاجه زي الاسانسير، انبوبه كده اسمها ثايروجلوسال دكت. اسمها ايه؟ ثايرو يعني ثايرويد، جلوس يعني تانج، انبوبه واصله من التانج ليه؟ للثايرويد ايه؟ مكان الثايرويد الايه؟ المفروض تبقى فيه. طيب وهنزل التيشو من المكان ده وانزلها لغايه ايه؟ مكانها.
طب والضغط بيعمل فيها ايه؟ هتتكسر خلاص مش عايزاها. يبقى اول ما تطلع الثايرويتش تطلع فين؟ في البيز بتاع الطنج. خلاص هعمل لها انبوبه هتنزل من الفورامين سيكومتيرايد فيه لغايه مكانها في الثايرويد جراند مكانها طبيعي. طيب والانبوبه دي يحصل لها ايه بعد كده؟ يحصل لها ديجنريشن تختفي تتكسر. انا كده اتكلمت عن التونج صح؟ اتكلم عن الماسلز بقى. عندي كام نوع من الماسلز؟ ترينسيك واكسترينسيك صح؟ زمان كان بيقولوا ان الانترينسيك الماسل بتاع التونج نفسها تطلع من الايه؟ ميزوديرم بتاع الفيرست بانكل ارش. طب قالوا ايه دليلكم ايه؟ تعالي نشوف كده الماسلز مين بيعملها سبلاي؟ لو اني سبلاي؟ ها؟ جلوستو فرنجيل سوري هايبوجلوستر نيرف. لقيت ان التونج ماسلز كلها اللي بيعملها سبلاي الهايبوجلوستر نيرف. هل الهايبوجلوستر نيرف ده بتاع الفيرست برانكل ارش؟ لا. فقالوا اكيد التونج دي بتطلع من ايه؟ الارش بتاعها مكان تاني. طب ايه المكان ده؟ الامبريو زمان الباك عنده هنا كده عند قفاه كده ها؟ في حاجه اسمها اوكسيبيتالس صح؟ حاجه اسمها اوكسيبيتال مايتومز. اوكسيبيتال مايتومز يعني المسلز المسؤوله عن المنطقه دي. المسلز دي اللي هي بتهاجر وتوصل لغايه التونج وتعمل المسلز بتاعت التونج. يعني الماسلز بتاعت التونج مش طالعه من الميزوديرم بتاع الفيرست برانكيال ارش. خلاص الماسلز بتاعت التونج مش طالعه من بتاع الفيرست برانكيال ارش. دليلي ايه؟ لان النيرف سبلاي بتاعها هايبوجلوستال مش ترايزمينال. طب جايه منين؟ جايه من ماسلز جت هنا في الباك بتاع الامبريو اسمها اوكسيبيتال مايتومز. هيحصل لها مايجريشن هتهاجر من هنا دي مكان التونج. خلاص وتعملي الماسلز بتاعت التونج كلها انترنسيك او اكسترنسيك. طيب كده لو سالتك بقى عن انرفيشن اوف تونج هتقول لي ايه؟ يعني زيرو تو ثيرد مين بيعملوا انرفيشن؟ اللينجول ايوه برانش من المانديبلر هو برانش من الترايجيمينال. طيب السنسيشن اللي جوه التونج بقى التيست سنسيشن برافو عليك كوردا تيمباناي دي بتاعت الفانجي ايه؟ فول. لقيت بقى زي ما قلت لكم من شويه في عندي سيركمفاليت صح؟ بتحس بالايه؟ بالبيتر. مين اللي بيديه احساس البيتر ده؟ لقيته الجلوستو فرنجيال نيرف. يبقى الفانجي اللي هي بتحس بسويت والسولت جايه منين؟ الكوردا تيمباناي. اما السيركمفاليت طيب معنى كده الكوردا تيمباناي ده بريتيماتيك ولا بوستريماتيك؟ هو الكوردا تيمباناي ده برانش بتاع ايه؟ بتاع الفيشيا صح؟ هل الفيشيا ده بتاع الفيرست برانكل ارش؟ تبقى ايه؟ طيب الجلوستو فرانجيال اللي بيدي احساس للسيركمفاليت بريتيماتيك ولا بوستريماتيك؟ تاني الفيرست برانكل ارش بتاع التونج يعمل anterior two third of tongue. دلوقتي بتكلم عن innervation بتاع anterior two third بس. بقول لك دلوقتي anterior two third بتاع tongue مش هو طالع التونج ده من first branch arch؟ فكل sensation هيجي منين؟ من trigeminal nerve. في sensation تاني اسمها taste sensation هتيجي للفانجي فورم عن طريق حاجه اسمها cord tympani ده branch من الفيشل. هل الفيشل ده بتاع first branch arch؟ بتاع مين؟ second. هيبقى ايه بالنسبه له؟ retrimatic. طيب في بابيلا تانية او تيست بات تانية اسمها سيركمفاليت بتحس بالبيتر سنسيشن قاعده على السالكس تيرمينالس. مين هيدي الاحساس؟ الجلوستو فرانجيل. قال الجلوستو فرانجيل ده بتاع الفيرست برانكل ارش؟ بتاع مين؟ بالنسبه للفيرست هيبقى بري ولا بوست؟ بري تريماتيك. طب الماسلز كلها بيجي لها احساس السنسيشن منين؟ من الهايبوجلوستال ماسل صح؟ ما عدا ماسل واحده هتلاقوها مكتوبه عندكم اللي هي البلاتو جلوسس بيجي لها من الفيجاس. خلاص؟ طيب ايه الانوميليس اللي ممكن الاقيها في التونج؟ دي قلناها ايه؟ ميديان رومبويد جلوسايتس نتيجه ان تو لينجوال ما خدوش مين معاهم في النص؟ تيوبكر امبار. خلاص؟ طيب حاجه ثانيه لقيت التونج فيه بيفيد، معنى البيفيد ده فيه كلافت، حصل ايه؟ مش دول كان تو لينجوال سويلنج؟ حصل لهم مش كومبليت ايه؟ يونيون، عملوا لي ايه؟ كلافت. طيب لقيت ثايرويد تيشو في التونج معنى كده ان الثيرويد جلاند ما نزلتش من الفورامين سيكم نزلت فين؟ تقع في مكانها. اوكي؟ طيب ايه كمان؟ الاقي سيست حاجه اسمها ثايروجلوستال داكت سيست. ايه اللي حصل؟
اتبقى لي ريمننت من الاسانسير ده من الدكت دي، اتبقى لي منها ريمننت بقايا كان حواليها ميه عملت لي سيست، ما حصلهاش كومبليت ديجنريشن. تمام؟ ما حصلهاش كومبليت ايه؟ يبقى الاسانسير اللي كان بيوصل السرايد من التانج لغايه تحت ما حصلهاش كومبليت ديجنريشن، سابت لي ايه بقايا منه؟ بقايا دي اتجمع فيها فلوت عملت لي سيست، سميتها سيروجلوسال دكت سيست. ساعات ما لقيتش تانج خالص. طبعا ده بقى جزء من سندروم، ما في اي سندروم؟ بقى عندي كذا حاجه في البيشنت دي في ناقصه، كذا ايه؟ اورجنز. فممكن الاقيش ايه؟ تانج. طيب او الاقيه صغير قوي ما يعملش الفانكشنز بتاعته برده، او الاقيه كبير قوي بيضايقني قوي ما نجي نشتغل. والبيشنت بس عنده تانج كبير بيضايقك جدا وتيجي تشتغل. طيب ايه كمان اخر حاجه؟ حاجه اسمها انكيلوجلوسيا. ايه انكيلوجلوسيا ده؟ التانج طاي اكنه مربوط. زي ما انتم عارفين يا دكاتره دلوقتي اما جيت كونت التانج، هل التانج هسيبه لازق في الجو؟ لازم اعمل له ايه حواليه؟ جروف صح؟ لازم اعمل له حاجه اسمها لينجو ايه؟ جينجفال جروف. لينجو يعني تانج، جينجفا يعني جينجفا. لازم ايه؟ اكني بشفي كده التانج من الماوس والايه؟ فلور اوف ماوس والايه؟ والجو صح؟ طيب هل هشفيه كله؟ هسيب حته صغيره اسمها شايفين؟ حاجه متعلقه من التانج للفلور اوف ماوس اسمها ايه؟ لينجوال فرينم. اسمها لينجوال. الطبيعي انها تبقى ماسكه التانج من جوه جوه شويه لغايه الفلور اوف ماوس. ساعات الفرينم دي عند ناس تبقى عند التب، ماسكه التانج من التب حاطاه في الفلور اوف ماوس مخليها ايه؟ هل يعرف يتكلم كويس؟ عندي ليميتيشن، مش عارف يتكلم ايه كويس، ما عارفش يطلع لسانه بره خالص. طبعا دي بتتقص وبتتعمل عمليه عادي سهله. بس اسمها ايه عندنا؟ اسمها ايه؟ انكيلو ايه؟ جلوسيا. انكيلو جلوسيا. اوكي؟ في حاجه صعبه؟ حد مش فاهم؟